هذه التظاهره هي نسخه ثانيه من كوبا ديال ستريتشو، هي كاس مضيق جبل طارق للصيد ترفيهي بالقوارب، اللي واحد النوع من الصيد اللي كيتسمى الصيد العمودي بالطعوم الاصطناعيه الرخوه ولا الصلبه. هذه التظاهره غيشارك فيها تقريبا 45 قارب للصيد الترفيهي، منهم 26 قارب اجنبي. اغلبيه المدن اللي جاوا منها هي من المدن المطله على مضيق جبل طارق، وبالاضافه الى جبل طارق الجنسي، وبالاضافه الى 15 قارب محلي. الجنسيات المشاركين غادي يكونوا جنسيات اسبانيه وجنسيات بريطانيه وجنسيات اخرى، اللي الاغلبيه ديالهم غنعطيهم حنا قوارب من هنا محليه من طنجه، منهم واحد الاخ من ليبيا، منهم ايطاليين، منهم برتغالي، منهم تركيين. هادو غادي يشاركوا باسم الدولة ديالهم ولكن بقوارب محلية. هاد المسابقة غادي تكون في مضيق جبل طارق، من منطقة ما بين كاب سبارتيل إلى القاعدة البحرية ديال القصر الصغير، والأطوار ديالها غتجرى ما بين يوم الجمعة 20 سبتمبر إلى يوم السبت 22 سبتمبر. السلامة في البحر غادي تقوم بها دوريات من عندنا احنا هنا، من دوريات من نادي الملكي للزوارق، اللي غادي يكون غتوفر على ثلاثة ديال القوارب ديال الاربيتراج وثلاثة ديال القوارب ديال مراقبة السلامة في البحر، بالإضافة إلى دوريات من الدرك الملكي البحري، بالإضافة إلى دوريات ديال البحرية الملكية. هذا في اطار السلامه ديال المشاركين في البحر. اليوم خدينا القرار باش ننظموا الدوره الثانيه ديال كاس مضيق جبل طارق للطعم الصيد العمودي بالطعم الاصطناعي. هذه الدوره هي الدوره ديال 2023، اذا كان التاجيل ديالها على حسب الظروف ديال كارثه الحوز والظروف المناخيه، تم التاجيل ديالها عده مرات. إذن هذه واحد 10 أيام خدينا القرار باش ننظموها في هذا الوقت الوجيز. رغم ذلك الإقبال ديال المشاركين لا المغاربة ولا الدوليين كان كبير بزاف، بحيث في واحد الظرف اللي هو وجيز عندنا مسجل اليوم 42 مركب ترفيهي اللي غادي يجي يشارك في هاد الدورة هذه. إذن غدا إن شاء الله غادي يوصلوا المراكب اللي فيهم المتبرعين، وعادي يتم الاستقبال ديالهم من طرف لجنه الاستقبال اللي هاد الساعه اللي عندنا موجوده، اللي عاد تكون مع لي زوتوريتي باش يستقبلوا هاد الناس في احسن الظروف. وغدا في 7 العشيه عندنا كابتن بريفينغ، هو اجتماع كيدار ما بين المنظمين والمتبرعين باش كيحددوا كيتكلموا وكيتشاوروا على اخر النقاط وعلى اخر المسائل اللي باقي ما واضحاش. والجمعه ان شاء الله في 6 الصباح عادي يكون انطلاقه، اذا غنتلاقاو حنا في 5 الصباح في الفيلاج اللي عملناه في طنجه مارينا باي، و 6 الصباح انطلاقه ديال المتبرعين في المراكب ديالهم باش يدافعوا على الحدود ديالهم باش يكونوا هما ابطال الدوره. والصيده عادي تبدا من 6 الصباح حتى 3 العشيه، تكون محدوده بواحد الوقت زمني اللي هو يعني كيعطيهم الفرصه الكافيه. في 3 العشية غيدخلوا، غيتم الوزنة وغيتم تحديد النقاط ديال كل متبري باش نعرفوا شكون هو البطل ديال يوم الجمعة. والسبت كتعاود نفس العملية، بحق كنعرفوا شكون هو البطل ديال الدورة. الجمعة كيكونوا كؤوس، ومن بعد الأولى كنعرفوا النقاط ديال نهار الجمعة، إذا كنعرفوا شكون هو اللي كان الشامبيون ديال الجمعة، ومن بعد نهار السبت كنعرفوا الشامبيون ديفينيتيف ديال الدورة.